محمد رمضان وسامي ما توقعوش نجاح جعفر العمدة، ولا حد فيهم تخيل ان الجمهور هيتفاعل مع المسلسل بالشكل ده. كانوا حاطين لحكاية جعفر العمدة وعيلة فتح الله نهاية حزينة، لكن بعد ما المسلسل نجح والناس بقت في الشارع كل يوم تستنى المعلم جعفر، قرروا ما ينكدوش عليهم قبل العيد وصوروا الحلقة الأخيرة مرة تانية علشان يخلوا بيت العمدة يعيش يومين حلوين. بعد ما جعفر قضى 19 سنة من حياته بيدور على ابنه اللي اتخطف يوم ولادته من المستشفى، محمد سامي كان عايز يخلي شوقي فتح الله يقتل سيف أول ما جعفر يعرف إنه ابنه، وجعفر ينتقم من شوقي ويقتله هو كمان. بس النهاية دي ما كانتش هترضي الجمهور اللي بقوا يحسوا إن عيلة العمدة جزء أساسي من حياتهم، وبينصحوا جعفر في كل حلقة إنه يبص وراه علشان يشوف بلال شامة. علشان كده محمد سامي خاف ينهي جعفر العمدة بالنكد، والجمهور بعدها يهاجمه هو ومحمد رمضان. يعني من الآخر خاف السحر يتقلب على الساحر، علشان كده قرر تغيير نهاية المسلسل، وبدل ما الناس تعيط بعد الحلقة الـ30 يفرحوا ويتبسطوا لما يشوفوا جعفر أخيرا لقى ابنه ورجع لحضنه هو وسوريا. يعني النهاية هتكون منصفة لكل الأطراف، دلال وشوقي فتح الله اللي هياخدوا جزائهم، وجعفر اللي هينتقم منهم هما الاتنين. وهيبدأ الانتقام ده من دلال بعد ما شافها في المستشفى عند بلال شامة وحس ان الضربة جاتله من اقرب واحدة ليه. علشان كده جعفر هيطلقها وهيخضع شوقي فتح الله ويفهمه ان طلق اخته علشان خاطره، وجعفر هيدبش شوقي في مشكلة تانية ويرجعه للسجن علشان ياخد جزائه، وكارم فتح الله هيرجع لوحده في الشارع تاني ويستخبى من جعفر علشان يخاف على نفسه. المفاجأة هنا بقى ان سيد قرر يرد وداد وهتعيش معاهم تاني في بيت جعفر العمدة، ونرجس هتبقى حامل من جعفر تاني، عايدة بقى هتتحايل على جعفر علشان يردها تاني، ولأن جعفر حبها هيوافق وهترجع تعيش معاهم في السيدة زينب، وعايدة كمان هتبقى حامل تاني. وأخيرا الحياة هتضحك لجعفر العمدة ويعيش مع ابنه اللي فضل 19 سنة بيدور عليه. بس تفتكروا دلال هتسكت لجعفر، ولا هيكون في حكاية جديدة لعيلة العمدة وفتح الله؟